ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. ازيكم؟ سنة اولى اعدادي، عاملين ايه؟ انا عارفة ان انا بقالي كتير قوي ما طلعتش فيديو، اعذروني. شوية دربكة كده، اتأخرت شوية عليكم، بس اهم حاجة تعملوا لايك وسبسكرايب اشتراك ونبدأ الفيديو. انا النهاردة جاية اتكلم معاكم عن الامتحان. طبعا طلبة اولى اعدادي اول سنة يمتحنوا، معرفوش يعني ايه امتحان تربية فنية، كلهم خايفين. وعارفة ان انتوا اول مرة تمتحنوا تربية فنية، بس ما تخافوش، الامتحان ان شاء الله بسيط، بسيط جدا جدا جدا. اول سؤال عندي في الورقة بنلاقيه سؤال الثقافة الفنية، وده طبعا على الموضوعات اللي عندنا في الترم سواء الاول او التاني. طبعا احنا دلوقتي في الترم الاول، فهيبقى عندنا درس الالوان، وعندنا درس الفن الشعبي، ودرس الفن القبطي، ودرس النسيج. طيب ايه هو الفن الشعبي؟ ده انا هعمل حلقة مخصوص عليه. الفن القبطي هعمل عليه حلقة. الالوان هعمل اكيد اكيد لازم هنعمل حلقة عن الالوان، لان ده اساس التربية الفنية. والنسيج ده الجزء العملي شوية، ممكن ناخد نسيج ورقي. انا ممكن اشرح لكم النسيج الورقي. اهم حاجه عندي مش الامتحان، انا عايزاكم انتوا تفهموا ايه اللي بتدرسوه. انا ما يهمنيش امتحان، على قد ما يهمني نتعلم رسم، والرسم بيتعلم. نتعلم يعني ايه تربيه فنيه، نتعلم ازاي نتذوق الجمال، ازاي نختار الوان على بعض. هيفيدنا جدا في الديكورات بتاعتنا، في كل حاجه في حياتنا. التربيه الفنيه ما نقدرش نستغنى عنها. دلوقتي انا عملت الشكل بتاعي اهوت، هبدأ اعمل اشكال. لو حاجة عواطف قلنا قلوب. طيب الاسهل اشكال هندسية، اتفقنا هنعمل لاما دوائر او مثلثات. خلينا في المثلثات، سهلة وحلوة. هوريكو دقيقة وارجع لكم. بصوا انا رسمت هنا حاجات مختلفة عشان اوريكو. هنا ممكن نعمل دوائر بالشكل ده. انا عملت الدوائر دي ازاي عشان اضمن ان هي تطلع مظبوطه؟ شايفين المسطره الدوائر دي؟ دي لو معاكوا هتسهل عليكم كويس جدا في الامتحان. اول اشكال مسطره اشكال فين، مسطره اللي بيبقى فيها كذا شكل برضو مثلثات، وهتبقى افضل من دي عشان فيها المثلث. طيب ادي الدوائر دي عاملاها بالمسطره، اتفقنا ان احنا هنجيب مسطره اشكال فين. تاني حاجه ممكن اعمل زخارف نباتيه. يعني ايه زخارف نباتيه؟ يعني زخارف زي اوراق الشجر كده، وابدا الونها. طيب حاجة تانية ممكن اعمل مثلث معدول ومقلوب بالشكل ده. انا مش عاملاه مظبوط عشان انا بعمل بسرعة عشان الحق اكمل لكم الفيديو، فمش بعمل بدقة قوي. رابع حاجة ممكن اعمل قلوب زي عيد الام او مناسبة وطنية او حاجة يعني فيها عواطف او مشاعر او حاجة كويسة، ممكن اعمل قلوب بالشكل ده ولونها. طبعا ولون الشكل الخلفي وراها. طيب عندي حاجة تانية اسمها الشكل والخلفية. يعني ايه الشكل؟ يعني انا دلوقتي ورايا ايه؟ ورايا منظر الستارة، دي الخلفية بتاعتي، والشكل اللي هو الحاجة اللي قدام. انا كده شكل، فالمفروض انا الواني تكون شديدة، يعني الواني تكون تقيلة عشان انا الشكل الاساسي في الصورة، ودي الخلفية بتاعتي بتكون الوانها هادية شوية. ما باجي اختار الالوان لازم اختار الوان متناسقه. يعني ايه الوان متناسقه؟ يعني الوان متكامله. يعني ايه الوان متكامله؟ لسه ممكن او ممكن نشرحها في درس الالوان، بس اقدر اقوله لكم. الالوان الدافيه لازم يكون معاها لون بارد. يعني ما ينفعش اعمل اللوحه كلها بامبا في احمر، في بنفسجي، في فوشيا كده، الوان دافيه قوي، برتقاني، دي الوان دافيه ما تنفعش مع بعض. امال لازم ايه؟ ادام عملت بينك او احمر او بنفسجي لازم اعمل لون بارد معاهم. ايه اللون البارد؟ برافو برافو، اللون الازرق. اللون الازرق لون بارد، لازم اعمل معاهم توازن. الاحمر اعمل معاه ازرق، البرتقاني اعمل معاه ازرق او اخضر. الاصفر برافو، لون دافي برافو. ايوه كده، ركزوا معايا. الوان الشمس هي الالوان الدافيه، الوان البحر هي الالوان البارده. الالوان الدافيه هي التي تعطي الاحساس بالدفء والحراره، الالوان البارده هي التي تعطي الاحساس بالبروده والصقيع. ما باجي الون لازم اعمل في اللوحه توازن ما بين اللونين. طيب حد تاني يقول لي يا مس انت ملونه بالجاف ليه؟
انا هنا بلون بالجاف عشان تشوفوه، انما هو الصح ان احنا هنشتغل بالرصاص طبعا مش بالجاف، الجاف ده غلط، احنا بنشتغل بالرصاص. طيب اتكلمنا كده على التصميم الابتكاري، نتنقل لتاني سؤال اللي هوريه لكم اللي هو انقل الرسم الاتي، سواء فراشه يقول لك انقل الرسم الاتي، ورقه شجر، برتقانه، فراوله، تفاحيه، اي رسمه بيجيب لك نصها او بيجيب لك جزء منها ويقول لك انقلها في ورقه كراسه اجابتك ثم اكمل الجزء الناقص ولونه، واحيانا يقول لك اعمل له خلفيه، يعني لو جاب نص سمكه، نص فراشه، نص ورده، نص فراوله، نص ورقه شجر، نص شجره، اي حاجه من دي بنقلها. طيب حد يقول لي ينفع يا مسا شفها؟ هو ينفع بس هتبقى صغنطه قوي، ان الصح ان انت بتنقلها مش بتشفها. طب انا ما بعرفش ارسم يا مس. لا، هتبدا تمشي مع الخطوط هتلاقي نفسك بتعرف، يعني هتلاقي الخط ده ماشي على طول، ابدا اعرف، بدا يحاول، ابدا امشي مع خطوتي بالظبط وابدا الون بالالوان الحقيقيه بتاعتهم. السؤال ده يعتبر هديه كده، هديه ليكم. طبعا هو بيدينا نص وبيبقى النص التاني متماثل، فده يعني حد كده بيقول لكم خدوا درجه ببلاش. السؤال ده جميل. السؤال الاخير وهو الاشغال الفنيه. طبعا بما انك في امتحان فالاشغال الفنيه شويه بتبقى يعني اغلب اللي بنجيبه بنجيبه على القص واللزق. طبعا الاشغال الفنيه مجال واسع جدا، وكلمه اشغال فنيه يعني الاستفاده من الريسايكل او اعاده تدوير الحاجه اللي احنا هنرميها نستفاد بيها في عمل فني. في الامتحان طبعا انا ما بقدرش اختبرك في الكراسه غير على القص واللزق، فبيجي يقول لي صمم ميداليه، صمم سجاده، صمم خلفيه للموبايل، صمم فانوس رمضان، صمم شكل هندسي، صمم حاجه بالقص باستخدام القص واللزق. ببدا اعمل التصميم بتاعي ارسمه على القص واللزق بتاعي. طب لو انا هصمم خلفية موبايل في مربع 10 في 10، ببدأ اعمل من كل جزء فيها بلون، ارسم على القص واللزق وابدأ باستخدام المقص اقصه. ممكن اوريكو على جزء من لو نفترض ده قص واللزق، ده فوق يعتبر شبه القص واللزق. ايه هو القص واللزق ده؟ بيبقى ورق ملون ليه ستيكر من ورا زي الفوم كده، وببدا الزق بيه، ببدا الزقه في الكراسه بتاعتي. طيب لو قال لي صمم ورده، هبدا امسك الفوق الورق القص واللزق بتاعي وارسم على ظهر الشكل رسمه الورده. انا هنا هبدا ارسم بتلات، البتله بتاعت الورده كذا بتله، وبعد كده اقصهم. دقيقه وارجع لكم. رجعت لكم معايا تاني. دلوقتي انا جهزت الاشكال، انا دلوقتي بجهز لسؤال الوردة او تصميم ابتكاري للوردة. اول حاجة هو ما قال لي وردة، انا ببدأ اجيب، اعتبر ان ده القصة واللزق بتاعي. لو عايزين تشتغلوا بالوان فوم ممكن، بس يعني هو سؤال شوية ممكن ايه يكون صعب على البعض. اهم حاجة يكون معايا قصة واللزق او فوم بيلزق، تاني حاجة يكون معايا المقص بتاعي. طيب يا مس احنا بنخاف المقص يعورنا، متهيألي ان انتوا كبرتوا شوية على الموضوع يعورنا ده، ولازم لازم ان السلاح بتاع المقص يكون معدن، ما تجيبوش سلاح بلاستيك لانه ما بيقصش، ده بتاع اطفال، انتوا كبرتوا على الكلام ده. طيب تاني حاجة هعملها هرسم البتلة بتاعتي على ظهر الفوم بالشكل دوت او ظهر القص واللزق بالشكل ده، وابدأ اقص بالمقص بتاعي. انا هنا قصيت اجزاء الوردة اللي هي مثلا وليكن 4 بتلات اهمت نفس الحجم، ومعايا النص بتاع الدايرة اللي هي الدايرة اللي بتبقى في النص، ادي الوردة بتاعتي لونها ابيض، عملتها بلون مختلف، ومعايا ورق الشجر والجزع او العنق الوردة او العرف بتاع الورقة الوردة اهوت، قصيته اهوت. هنبدأ نصممها او هنبدأ نلزقها سوا. هنلزق على نفس الصفحة بتاعت هنا، هبدأ اقص الاشكال اللي انا رسمتها، هيدوني الاشكال وابدأ بقى اشيل الاستيكر والزق
بالشكل دوت اهيت، وبعد كده ابدا الزق البتلات بتاعتي كده. انا عامله هنا 4 بتلات، وادي الدايره بتاعتي اللي في النص. ادي الورده بتاعتي، وهبدا هنا احط ورقه الشجر. طلع من الوردة بتاعتي ادي الوردة بتاعتي، وممكن بلاش احطهم هنا، ممكن اعملهم بالشكل ده، هو احط هنا وردة ده نموذج للتصميم الابتكاري بتاعي. هنا ممكن ان انا اطلع الجزء الاحمر فوق الجزء الاخضر بالشكل ده كده، متهيألي اجمل. ايه رأيكم؟ الموضوع سهل، ان شاء الله تكون سهل وجميل. ممكن تكون صعب عليكم شوية، انتوا ممكن تجربوا السؤال ده بالذات في البيت قبل ما تروحوا الامتحان عشان تتدربوا عليه، لان ده حاجة جديدة عليكم. اي سؤال مستنياكم اكتبوا لي في التعليقات، في تعليقات اسئلتكم. ممكن ندخل لايف، لو حابين ندخل لايف تكتبوا لي الاسئلة واجاوب عليها في وقتها. قولوا لي ندخل لايف امتى، وتحبوا ايه او ايه الميعاد اللي يناسبكم، ندخل لايف واجاوب على كل الاسئلة اللي انتوا عايزين تسألوها. وان شاء الله يكون امتحان سهل، وتخرجوا وتقولوا اسهل مادة امتحناها، وان شاء الله تحصلوا كلكم على درجات عاليه. وعلى فكره كلكم جواكم فنانين، فانا متاكده ان انتوا جواكم مهاره الرسم، وجواكم مهارات كتير جدا انتوا لسه ما اكتشفتوهاش، وان شاء الله هنكتشفها سوا الايام الجايه. باي باي، ما تنسوش لايك وسبسكرايب. باي.